ثلاثة، ماذا نعرف عن الأقمار الصناعية النانوية؟ حضراتكم زمان الكمبيوتر كان أوضة كبيرة جدا جدا عشان تقدر تحط فيها جهاز كمبيوتر واحد، وعربية بقى نقل كبيرة هتشيل الكمبيوتر، ناس كتير جدا بينزلوا الكمبيوتر، ناس كتير جدا بيشغلوا الكمبيوتر، حكاية كبيرة. بعد كده لقينا الكمبيوتر بيصغر بيصغر لغاية دلوقتي ما بقى الكمبيوتر أي حد هو ماشي بياخد الكمبيوتر في إيده. إنما زمان كان حجرة ضخمة علشان يكون فيها جهاز كمبيوتر واحد وكمية أسلاك مهولة. برضه حصل ده مع الموبايل نفسه اللي كان بحجم كبير جدا، ثم بعد كده أصبح الموبايل بأحجام أصغر كثيرا. وحاجات كتيرة كانت في البداية منتجات ضخمة، وبعد كده هذه المنتجات قلت وتقدمت بمرور الوقت وتأكثر تعقيدا وأكثر قوة. الأقمار الصناعية أيضا مرت بنفس الموضوع. القمر الصناعي الأول اللي هو القمر سبوتنيك اللي طلع أواخر الخمسينات من الاتحاد السوفيتي، اتكلم على قمر صناعي كبير، وكانت الدولة الوحيدة في العالم اللي أطلقت قمر صناعي، ده أول قمر صناعي في التاريخ. بعد كده الأمريكان أطلقوا أقمار صناعية، والسوفييت أطلقوا أقمار صناعية، والصينيين والهنود والأوروبيين كل بدأ يشتغل على إطلاق أقمار صناعية. بعد ما كان قمر واحد بس اللي هو سبوتنيك، بعد كده بقى عندنا أقمار كتيرة جدا. 2021، أوائل 2021، يناير 21، كان العالم فيه حوالي 6500 قمر صناعي. 6500، نصهم في حالة جمود أو عدم عمل، تعطل يعني، خلاص قدموا، إنما أكتر من 3000 كانوا شغالين في الخدمة بشكل جيد في يناير 2021. شو بقى يعني من قمر صناعي واحد في الخمسينات إلى بنتكلم على أكتر من 6000 قمر صناعي. جات شركة سبيس إكس إيلون ماسك وعمل سلسلة اسمها ستارلينك. هذه السلسلة أقمار صناعية بقى كتيرة، 3000 قمر صناعي. ممكن حد يشوف بالليل بالعين المجردة كده هو واقف السرب بتاع الأقمار الصناعية بتاعت ستارلينك بتاعت إيلون ماسك، وهي ماشية بتبقى ماشية كلها في خط مستقيم. في ناس كتير شافت الأقمار دي وهي ماشية في خط مستقيم موجودة في قدامنا، لو بالليل تقدر تشوفها بشكل جيد جدا. ستارلينك كمان خدوا تصريح جديد أو ترخيص جديد بإنتاج 7500 قمر صناعي آخر. ستارلينك عايزين يوصلوا إلى 40000 قمر صناعي. تخيل يعني، زمان كانت قوة عظمى واحدة الاتحاد السوفيتي عندهم قمر واحد هزوا بيه العالم، والأمريكان عملوا قمر هزوا بيه العالم مرة تانية. دلوقتي بنتكلم على شركة أمريكية واحدة هتصل إلى 40000 قمر صناعي. النقلة اللي بعد كده جت بقى الأقمار الصناعية الصغيرة اللي هو ممكن قد شنطة سفر، قد كده تلاقي قمر صناعي. والقمر الصناعي ده برضه بيبعت كل الصور المطلوبة، بيغطي حاجات كتيرة جدا مهمة، بالذات في مجال البيئة والمناخ والزراعة، تآكل الشواطئ، مراقبة الغابات، لو حتى في موضوع أسمدة على مساحات كبيرة من الأرض يعرف توزيع الأسمدة فين. يعني استخدامات كتيرة جدا للأقمار الصغيرة. جامعة ستانفورد وجامعات أخرى طوروا أقمار صناعية نانوية، يعني أقمار صناعية صغيرة جدا من كلمة نانو. الأقمار الصناعية متناهية الصغر أو النانوية دي تقريبا قد الموبايل. فتخيل ان انت في زي كده الكمبيوتر المحمول او الهاتف المحمول، بنتكلم على القمر الصناعي المحمول، ان في قمر صناعي بتمسك القمر الصناعي في ايدك وانت ماشي. فالقمر الصناعي شو بقى اللي كان ليه مستوى يعني من الضخامة والتركيب والاجزاء الكتيرة جدا زي ما كنا بنشوف هذه الاقمار زمان، دلوقتي في اقمار متناهية الصغر أو أقمار نانوية. والسوق بتاع الأقمار النانوية بدأ ينتعش ويكبر جدا، دلوقتي حوالي 2.5 مليار دولار في العالم. متوقع إنه 2030 يعدي 7 مليار دولار حجم التجارة في الأقمار الصناعية النانوية أو حجم الإنتاج والتبادل في هذا المجال.
إذا الأقمار الصناعية النانوية بقت صغيرة جدا، بتنتجها جامعات سواء في اليابان، في الهند، في أمريكا، في أوروبا، في روسيا. فالأقمار النانوية أقمار المستقبل، أقمار صغيرة جدا تؤدي مهام محددة. قلب هذا القمر الصناعي أو المحرك الرئيسي ليه أيضا نانوي صغير جدا، وبنلاقي هذا الحجم للقمر الصغير جدا بيقدر يوصل لنا صور بجودة عالية من أماكن مختلفة. يعني زحام كبير في الفضاء متوقع، زحمة مهولة، شركة واحدة عايز تعمل 40,000 قمر صناعي. الموجة بقى والجيل بتاع الأقمار النانوية دي أو متناهية الصغر، ده معناه هنلاقي قدام مئات الآلاف من الأقمار الصناعية. العالم كله هيكون متغطي تقريبا، كل متر مربع فيه هيكون مغطى بشكل كبير من هذا القمر أو ذاك القمر. نقلة كبيرة جدا جدا في عالم الأقمار الصناعية، من الأقمار الكبيرة إلى الأقمار الصغيرة إلى الأقمار النانوية. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.